وصافي كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. نتمنى انها تعجبكم. الى عجبتكم الفيديو خصوصا بالنسبه للاخوات لاول مره يشوفوا القناه، ما تنساوش انكم تشتركوا فيها. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ جيت اليوم باش نقدم لكم كيكه بالشوكولات. هاد الكيكه سهله ومكونات بسيطه وكتجي بنينه بزاف، ويعني يمكن لكم تقدموها لوليداتكم، يمكن لكم تقدموها حتى للضيوف ديالكم. كنحتاجوا فيها كاس ديال العنبه ديال الحليب، يمكن لكم تعوضوه اما بدانون يعني بنكهه الفانيلا، اولا يمكن لكم تعوضوه بكاس ديال عصير البرتقال. عندي هنا نصف كاس ديال العنبه ديال الزيت، كاس الا ربع ديال سكر سنيده. هنا عندي مبشور ديال البرتقاله، يعني بالنسبه للنكهه يمكن لكم تعوضوه بسكر فانيلا اولا بمبشور ديال الحامض، الليمون الحامض. عندي هنا جوج ديال البيضات، عندي كيس ديال الكاكاو يعني الكاكاو المر، وجوج ديال الاكياس ديال الخميره الكيماويه. بالنسبه للدقيق كنستعملوا جوج كيسان ونص ديال العنبه ديال الدقيق. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنطربوا البيض مع السكر. بالنسبه لي ما غاديش نستعمل طراب كهربائي، غادي نستعمل غير طراب يدوي، يعني هاد الكيكه كتجي ساهله غير بالطراب اليدوي، ما محتاجينش انكم تستعملوا الطراب الكهربائي. صافي غادي نخدم السكر ديالي مع البيض مزيان ونضيف العناصر الاخرى. من بعد غادي نضيف الحليب والزيت، وضروري في الكيك كنعمل واحد القبصه ديال الملح، وغادي نحرك هادشي مزيان. الان غادي نضيف قشره البرتقال وبودره الكاكاو. غنحركهم مزيان، عاد غادي نضيف كيف ما قلت لكم الدقيق مع الخميره الكيماويه. والان غادي نضيف الدقيق اللي سبق لي غربلته مع الخميره الكيماويه، ونخلط كل شيء مزيان. البنات من بعد ما صافي حركت الكيك ديالي مزيان، الاشاره راه هز ليا غير جوج كيسان ديال الدقيق، هو الدقيق كيبقى دائما على حسب السوائل. انا هز ليا هنا جوج ديال الكيسان، نتوما ديروا جوج ديال الكيسان، الا بان لكم ان الخليط باقي جاري غادي تضيفوا نصف كاس. انا كنشوف ان الخليط هو هذاك، صافي ما غاديش نزيد ليه الطحين، وصافي دابا غادي نعملها في المول وغادي ندخلوها للفرن. صافي هنا خديت المول الدائري، هذا المول هذا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي نعمل الكيك ديالي. كيف ما ديما كنقول لكم ملي تكونوا كتحطوا الكيكه ديالكم باش تجيكم خفيفه وطالعه، خاصكم تكونوا هكا معلين يدكم وصافي. بالنسبه لي انا غادي ندخلها الفرن يكون بارد على غير 100 درجه، حيت كنديرو غير على ادنى درجه وكنشعل عليه غير من التحت حتى كطيب ليا الكيكه ديالي مزيان وكتنفخ، ديك الساعه عاد كنشعل عليه من الفوق. بالنسبه للفرن ديال الغاز حتى هو نفس الشيء، خصكم ديما تنقصوا يعني الحراره حتى لادنى درجه وتشعلوا غير من التحت حتى كيطيب لكم الكيك ديالكم، عاد كتشعلوا من الفوق. ومن بعد غادي ندوزوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. هنا من بعد ما طابت لينا الكيكه راه باقيه سخونه، داكشي علاش حطيتها على هاد الفوطه هادي. غادي نتقبها مزيان بالكوردون باش غادي نديروا لها السيرو باش تشربوا، يعني باش من الداخل ما تجيش ناشفه. وصافي هنا خديت كاس ديال الماء، درت فيه كيس ديال القهوه سريعه الذوبان وثلاثه ديال معالق صغار ديال السكر فقط، يعني هادشي اللي درت، ما سخنتهم ما حتى شي حاجه، يعني الماء بارد. وغادي نكب عليها السيرو مزيان، وغادي نخليها حتى تشربوا مزيان، يعني حتى تنشف الكيكه ديالنا وتشرب لينا السيرو ديالنا مزيان. وندوزو باش نشوفوا طريقه التقديم.
بالنسبه للتزيين ديال الكيكه غادي ناخذ غير ثلاثه ديال طرفات ديال الشكلاط. عندي هنايا دانات ديال الشكلاط وغناخذ شويه ديال الحليب. غادي نذوب الشكلاط في شويه ديال الحليب وعاد غادي نضيف عليه دانات ديال الشكلاط وصافي. وغادي نزين به الكيكه ديالنا من بعد ما تبرد. من بعد ما شربات الكيكه ديالنا مزيان السيرو اللي درنا لها هنايا دانات هو والحليب والشكلاط من بعد ما درتهم فوق النار، غادي نزوق الكيكه ديالي غير بحال هكذا. كتجي زوينه البنات وخفيفه بزاف وبنينه، غير حاولوا تجربوها وخصوصا سهله. راكم شفتوا في المقادير يعني ما عندناش شي مقادير اللي كثيره. وبالنسبه للتزيين دائما كيبقى اختياري، يعني يمكن لكم تزينوها هكذا، يمكن لكم تخليوها هكاك طبيعيه، يمكن لكم مثلا تزينوها بالكونفيتور بسيرو ديال البرتقال، يعني ديما التزيين كيبقى اختياري. وهنا خديت شويه ديال اللوز كونكاسي وصافي. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. نتمنى انها تعجبكم. الى عجبتكم الفيديو خصوصا بالنسبه للاخوات لاول مره يشوفوا القناه، ما تنساوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعلوا زر الجرس. وبالنسبه للاخوات وفيات القناه ما تنساونيش بالدعم ديالكم وباللايك ديالكم، وكنقول لكم الى فيديو قادم باذن الله.